ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وصفوة الخلق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعملوا من الصالحات ما يرضى، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. أيها المسلمون، عباد الله، لقد بلغ الأذى مداه ولم يعد يتحمله الصابرون، ولم يستطع العيش مع تناهيه المؤمنون الأولون، فجاء النصر من الله وجاء الفرج من الله وهو آت لا محالة. فمهما اشتدت الأزمات وادلهمت الخطوب وتشابكت المشكلات وطغى الناس وظلم الناس وقست الطبيعة، فإن الفرج لا محالة آت من الله. فجاء الإذن من الله جل جلاله بعد ذلك بالهجرة المقدسة ومفارقة الأهل والديار حفاظاً على نور الإيمان وتثبيتاً لمبادئ الدين وتأسيساً لدولة إسلامية راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهاجر المكيون إلى الحبشة على مرتين، ثم جاء موعد الهجرة الكبرى إلى المدينة، فهاجر عدد من المسلمين حتى تلتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رفقة الصديق رضي الله عنه بعد رحلة دامت 12 يوما. عباد الله، إن رحلة الهجرة النبوية محطة يقف فيها الفكر متدبرا ليرى في أحداثها أنوارا من الدروس الواعظة التي تستنهض الإيمان وتلتفت إليها الهمم وتصلح النفوس. فمن يقرأ تفاصيل هذه المرحلة أو هذه الرحلة وخيوط امتدادها يرى فيها دقة التنظيم النبوي وحسن إدارة نجاحها. فالإسلام يا مسلمين يعلمنا النظام في كل شيء والترتيب والإدارة الناجحة في مشروعاتنا أو في مشروعات حياتنا كلها. عباد الله، لقد طوى حدث الهجرة النبوية التاريخي حقيقة أو حقبة زمنية مليئة بالجراح والآلام، مليئة بالجراح والآلام والقسوة، قسوة الطغاة وقسوة الأغنياء وقسوة كبار القوم.
بالقهر والتسلط والظلم طافحة هذه الفترة بألوان من الصبر الطويل على الكبت والكيد والإيذاء. طوت الهجرة النبوية آلام بلال رضي الله عنه في رمضاء مكة، والصخرة الضخمة تجثم على صدره وهو يقول أحد. طوى هذا الحدث أوجاع عمار وآل ياسر يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون في بطحاء مكة، وهو يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليفتح هذا الحدث بعد ذلك صفحة إسلامية جديدة مشرقة بالعز والتمكين والنصر وعلو راية الإسلام وعلو راية هذا الدين وامتدابه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فبعد الهجرة صار المسلمون صار لهم وطن يحنون إليه ويحكمه الإسلام وتتسع فيه التشريعات والمبادئ والأحكام وتسوده الأخلاق الفاضلة. هكذا أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة بعد الهجرة. فلما هاجر إلى المدينة من مكة إلى المدينة مرغماً أول ما ودع به وطنه الذي يحبه، وهكذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحب وطنه وأن يضحي من أجله، أن يضحي بالمال وبالوقت وإن اقتضت المسؤولية أن يضحي حتى بروحه على أن ينعم بلده ووطنه بالأمن والأمان والعلم والازدهار والاستقرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوه من مكة لم يرد ذلك، وكان عليه أمر ثقيلا جدا لما اضطهد من وطنه. ولا يخفى عليكم ما فعل كفار قريش والمشركون آنذاك من التنكيل والاضطهاد والمقاطعة والحصار، حاصروا الآبار وحاصروا قوافل التجارة وبالغ بهم الأذى مدى. لما النبي صلى الله عليه وسلم في ذوك اللحظات فاش كيودع الوطن ديالو، وكتوقع لنا كثير الإنسان لما كيكون مسافر شي سفر طويل، هادشي راه كيعيشوه الناس اللي كيهاجروا خارج الوطن، كل اللي كيبقى يبكي من فراق وطنه وبلده وأمه وأهله وجيرانه طريق كلها، والحزن والدمع لا يفارق عينيه. إنه كيفرق الوطن ديالو وكيفرق الأرض ديالو اللي نبت فيها. ومع الأسف الشديد حنا لما ضغط علينا المادة ولينا كنشوفوا غير الفلوس، ولكن ما بقيناش كنشوفوا شي حوايج اللي هما أهم، الأرض ديالنا، هذه الأرض الطيبة اللي نشأت الرجال واللي كانوا فيها المقاومين واللي كانوا فيها المجاهدين في سبيل الله اللي رفعوا راية الوطن وراية الإسلام في هذا البلد الطيب وقدموا الأنفس ديالهم في سبيل الله حتى خلوها لنا. احنا كيبان لنا غير نمشي ونحسنوا الأوضاع ديالنا في البلدان الأخرى، وما كيبان لناش بزاف ديال القيم وبزاف ديال المبادئ اللي كاينة في هذا البلد وفي هذا الأرض الطيبة. النبي لما جاء مغادر مكة شاف فيها بحنين وأقبل عليها وهو يقول والله إنك لأحب أرض الله إلى الله تعالى وأحب أرض الله إلى رسول الله، والله لو أن قومي أخرجوني منك ما خرجت.
والله لو أن قومي أخرجوني منك يا مكة ما خرجت. مش الناس اللي كيتنكروا الوطن ديالهم وكيتنكروا الأصل ديالهم والعياذ بالله، بين عشية وضحاها يتخلى على العشيرة ديالو ويتخلى على البلد ديالو ويتخلى على الوطن ديالو. ولا ينبغي هذا لمسلم حر. وتعيا ما تدور في بلدات الناس وغادي تلقى بأن البلد ديالك، الأصل ديالك، التراب اللي انت كبرتي فيه واللي نبتتي فيه وترعرعتي فيه ستحن إليه وستعود نادما. وصار للإسلام أو للمسلمين وطن ودولة يفتخرون بها. وصار ابن مسعود الله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الكفار والطغاة ديال مكة طغاوا وتجبروا وعثوا في الأرض فسادا وإفسادا، كانوا العبيد وكان الرقيق آنذاك. شوفوا هذه المسألة اللي وقعت لعبد الله بن مسعود. صار ابن مسعود الذي كان دني الشأن، كانوا كيسخروا منه وكيستهزؤوا به وكينظروا له واحد النظرة دنيئة جدا. ابن مسعود في الجاهلية كان دنيء الشأن بين أهل مكة، أصبح في عز الإسلام، في عز دولة الإسلام الأبية، يضع رجله على صدر أبي جهل فيقول أبو جهل، يقول لابن مسعود: لقد ارتقيت. شوف عدو الله فرعون هذه الأمة شكي يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. هذه الأحداث ديال الهجرة غادي ناخذ منها كثير كثير ديال 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 المواعظ وديال الدروس، ومنها هذا الدرس هذا ديال اش ديال العنصرية. اللي تعيا ما تخطب في الناس، وتعيا ما تخوف في عباد الله، وتعيا ما تبين لهم، وصعيب باش الناس يتخلوا على العنصرية والعياذ بالله. هذا بيض هذا كحل، هذا عربي هذا شلح، هذا صفر هذا بنفسجي، هذا من أيت كذا وهذا من أيت كذا. وأقل أقل ما تسمع هذا من دورنا، ولا هذا ديالنا، ولا هذا من بلادنا، هذا ود بلادي. صحيح أنك تحن إلى ابن بلدك وترتاح إليه، هذا أمر مطلوب ومحمود، لكن باش تكون فيك العنصرية ديال الناس، العنصرية ديال البراني، فهذا ليس من الدين في شيء. والإسلام لما جاء خلصنا من رواسب الجاهلية ومن هذه العنصرية المقيتة والعياذ بالله. قال له فرعون ديال الأمة أبو جهل، قال له: لقد ارتقيت ارتقاء صعبا. قال له: راك ترفعتي وتهزيتي ولات لك واحد المكانة صعيبة. شكون؟ يا رويعي الغنم. عباد الله، ها نحن نودع عاما هجريا ونستقبل آخر. لقد مر علينا عاما وأعواما ما أطولها وما أشقها وما أمره من عام، وهو مثخن بمعاصينا، مشحون بآلامنا وهمومنا ومشاكلنا. عام مثخن بالمعاصي والآثام، مشحون بالآلام، فلا أحسن من أن نودعه باستغفار، باستغفار من ذنوبنا وتوبة نصوح عن معاصينا، خاصة وربنا الكريم يتودد لعباده ويناديهم بألطف النداءات: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، توب إلى الله أيها الأخ الكريم، توب إلى الله يا من يتخلف عن الصلاة، توب إلى الله
يا من يعق والديه، تب إلى الله يا من يقطع الأرحام، تب إلى الله يا من ينشر المخدرات والمفسدات والمسكرات بين الناس. وهذا شؤم على الأمة نعوذ بالله إن لم يتب أولئك الذين ينشرون المخدرات والمسكرات بشتى أنواعها. وأصبحت اليوم بأثمان زهيدة في متناول الكبير والصغير، الأمور التي كانت بالأمس القريب يصعب على أولي القوة، على العصبة أولي القوة من أصحاب الأموال والتجارات والأرصدة والسيارات، كان كيصعب عليهم باش يحصلوا على واحد المشروب وكيقطعوا عليه الأميال والكيلومترات باش يجيبوه. اليوم بالإمكان ديالك في دقيقتين معدودتين تأخذه بثمن زهيد، يدمر علينا شبابنا، بل وحتى أطفالنا اليوم صاروا يتعاطون للخمور ويتعاطون للمخدرات، والكل يتفرج. تبوا إلى الله أيها المؤمنون من جميع المعاصي، تبوا إلى الله من أكل الربا، تبوا إلى الله من أكل أموال الأيتام، فإن العام إن مضى سيأتي آخر، ولكن العمر إذا مضى لا يأتي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه وجميع إخوانه. عباد الله، في هذه الأيام لا يخفى عليكم قساوة هذه الظروف خاصة طبيعية، يعني الحرارة اللي كيمروا منها الناس اليوم، وهذه الظروف القاسية من غلائم في المعيشة ومشاكل لا تخفى عليكم جميعا. وكتقدر في هذه الأيام كتسمع كلام والعياذ بالله قد نعده من الكفر بالله والسخط عن الله وعدم الرضا عن مكاتب ومقادر الله جل جلاله. لما ترتفع حرارة الشمس، لما يكون صهد الحرارة وتلقى الواحد كيتسخط وكيسب وكيشتم، فاش إما في العجاج وإما في الصهد والحر وإما في الطبيعة، وهذا لا ينبغي. الله تعالى قال لنا لا تسبوا الدهر في حديث قدسي، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. ما تسبوش الزمان والقساوة ديالو، ما تقولش الله ينعل هذا الزمان هذا والعياذ بالله والقساوة ديالو. لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، كلمة من سخط الله إما فيها كفر وإما فيها فسوق وإما فيها رياء وإما فيها عدم رضا عن الله وإما فيها ظلم للناس، تهوي به 70 خريفا في النار والعياذ بالله. فإلى هذه البلاد الظروف ديالها قاسية وما فيهاش جرادي وفيها غير الحر، علاش نسمع واحد اليوم كيقول نسمعها اليوم بأعيننا، نراها بأعيننا ونسمع بآذاننا من يقول ما كيجلس في هذا البلاد غير اللي سخط عليه الله. والله إخوتي إننا نسمع مثل هذا الكلام، وهذا كلام لا يرضي الله. ربي وليداتك هنا، حتى الناس اللي كيهاجروا وكيمشيوا لبلدان أخرين رجعوا وليداتكم في الصيف هنا يتعلموا القرآن ويتربوا في هذه الحرارة ويتعلموا الصبر
راه يعيا ما يدوروا ويعيا وما يتساروا وما عادش يهزوا ما غاديش يلقاو اللي في هذه البلاد. هذه البلاد راه كتربي وكتنشا الاجيال وكتكون لنا الرجال. الرجال ماشي اشبه الرجال، الشباب وماشي اشبه الشباب. راجل راجل حرش، الى جاء الحر تلقاه راجل، الى جاء الجوع تلقاه راجل، الى جاء الخوف تلقاه راجل، الى كان الامن تلقاه راجل. هكا كتربي هذا المغرب الحبيب، من اقصاه الى اقصاه ومن ادناه الى ادناه، وخاصه هذا الجنوب اللي احنا فيه. جيبوا وليداتكم يتربوا هنايا، جيبوا وليداتكم يتعلموا. راه الحمد لله مازال في هذه البلاد الخير، مازال فيها الخير. اللي ما كيشوفوش راه عمات ليه البصيره، اللي ما كيشوفش الخير والمبادئ السمحه اللي مازال في هذا الوطن السعيد وخاصه في هذا الجنوب المبارك، راه عماليه الله البصيره وراه ما كيشوف والو. كيفاش تنكر البلاد ديال والديك؟ كيفاش تنكر الخير ديال والديك اللي كبروك وخلاو لك الاموال وخلاو لك العقارات وبعتيها ومشيتي لبلاد الناس، وجاي دابا كتبرد وكترفع في الكتاب ديالك ما يجلس في هذه البلاد غير اللي سخط عليه الله؟ واش هذا الكلام يقوله واحد الانسان؟ الناس كيجيو ليها وكيقطعوا ليها الاميال والبحار والصحاري باش يتمتعوا بالجمال ديال الطبيعه ديالها، ويتمتعوا بالجبال ديالها وبالاوديه ديالها وبالصحاري ديالها. وهذه القساوه ديال 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 الطبيعه هي امر من الله، هي امر من الله. وامر الله هل يطاع ام يعصى؟ لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. هذه الحراره وهذا الصهد فيه خير كثير، فيه خير كثير جدا. خصو غير شويه ديال الصبر. راهم الناس يبذلوا مجهود عضلي كثير باش يعرقوا، وانت جالس عرقان باذن الله تعالى، وجالس في بلادك وكتتعلم الصبر. نعم عباد الله، ويخلد الشعب المغربي في الثلاثين من يوليوز من كل سنة ذكرى تربع أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله على عرش أسلافه الميامين، ذكرى عظيمة من الذكريات الخالدة التي ترمز حقا إلى تلك المعاني السامية والأحكام النبيلة، وتقترن دوما بما تميز به هذا الوطن وبما تميز به عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله من عظيم المنجزات لصالح أمته وشعبه ووطنه. عباد الله، لقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. فالسلطان أيها الإخوة الكرام وقاية، السلطان ملك البلاد وحاكمها وأميرها، وقاية للأمة وحفظ لها من الفتن والشرور والأهوال. وأنتم ترون ما يفعل أو ما فعل بمعظم الشعوب من الحروب والفتن بينما نحن نتمتع بأمن وأمان واستقرار. نرجو من الله تعالى أن يحسن أوضاعنا وأن يرفع عنا هذا الفقر وأن يرفع عنا هذا الغلاء وأن يرفع مقته وغضبه عنا وعن المسلمين. فالذي ينقصنا أن نشكر الله وأن نحمده الذي أعزنا بالإسلام. لقد أعزنا الله بالإسلام ورفعنا بالقرآن وشرفنا بأن بعث فينا هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأنعم علينا في ظل هذا الدين بخير نظام. فاتقوا الله عباد الله، واعترفوا بفضل الله تعالى عليكم
واحمدوه واشكروه على نعمه يزدكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب المساكين، واحشرنا يا مولانا في زمرة خير الأنام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم أحسن خلاصة المسجونين، وتب على العصاة والمذنبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا ما يسرنا في ولي أمرنا، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، واجعله بركة على هذا البلاد، اللهم اجعله بركة على هذه البلاد ورحمة عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك له في ولي عهده، وشد عضده بشقيقه، وتغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين محمد الخامس والحسن الثاني. اللهم طيب ثرهما وبوئهما مقعد صدق عندك يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ارحم اللهم أجدادنا ومن علمنا ومن أوصانا بالدعاء، وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم يتألم في بيته وفراشه، اللهم اشف كل مريض مسلم يتألم في المستشفيات. اللهم اكفنا شر الحروب حروب الحديد، اللهم اكفنا شرها يا رب العالمين، اللهم اكفنا شر الحوادث يا أرحم الراحمين، وأغثنا غيثا نافعا غير ضار يحيي البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه وجميع إخوانه. اللهم ارض عنا وعنهم، اللهم ارض